حبايبي الحلوين الطعمين الصندتين، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وكل حاجة حلوة في الدنيا. النهاردة معدنا مع حدوتة جديدة من حواديت أنتي لومي. النهاردة يا ترى هنحكي حدوتة مين؟ هنحكي حدوتة الناموسة نوسة والدبدوب حبوب. كان يا مكان كان في زمان دبدوب جميل جميل خالص اسمه حبوب، كان عايش في غابة جميلة كلها زهور وورود وحاجات حلوة قوي كتير يا أصحابي، وكان مبسوط، كان مبسوط جدا بالمكان اللي هو عايش فيه. لكن كان بيقول ايه الزهق ده، هو انا هفضل كده لوحدي؟ انا عايز حتى العب معاه، انا بقيت لوحدي فترة كبيرة قوي، انا نفسي حد يجي عشان العب معاه. وحبوب يا اصحابي قال لنفسه انا هروح كده الناحية التانية ورا البيت يمكن الاقي حد العب معاه. ومشي حبوب يا اصحابي وفضل ماشي 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 عشان يروح ناحية البيت، وراح واستخبى وما بقاش موجود دلوقتي حبوب يا اصحابي، لكن هو جوه البيت نايم. وفي الوقت دوت ظهرت نوسة. نوسة دي ناموسة جميلة وزغندودة وعايشة برضو في الغابة، وبرضو فاكرة نفسها عايشة لوحدها وما معهاش اي حد، وكانت برضو زهقانة وبتقول ايه ده يا نوسة، هو انت هتفضلي كده لوحدك؟ انت زهقتي خالص يا نوسة، انت عايزة حد تلعبي معاه؟ انا نفسي خلاص الاقي حد العب معاه. كل الناس راحت فين؟ كل الحيوانات راحت فين؟ انا هفضل كده لوحدي يا ربي، انا عاوزة حد العب معاه، انا عاوزة حد العب معاه. انا هطير كده واروح عند الجبل اللي هناك ده يمكن الاقي حد العب معاه. واختفت نوسة يا اصحابي وراحت عشان برضو تدور على حد تلعب معاه، في نفس الوقت اللي رجع فيه حبوب. انا جيت تاني اهو وبرضو لسه ما فيش حد عشان العب معاه، طب وبعدين بقى؟ وانا هفضل كده لوحدي؟ الغابة جميلة صحيح وفيها حاجات حلوة ايوة، لكن انا لوحدي، انا نفسي يكون في حد عشان العب معاه. وفي الوقت ده يا اصحابي دخلت برضو نوسة وبرضو بتدور على حد عشان تلعب معاه. ايه ده ايه ده ايه ده، انت مين؟ انا حبوب وانتي مين؟ انا نوسة. ازيك يا نوسة عاملة ايه؟ انا كويسة يا حبوب، انت جيتي هنا ازاي؟ يا ابني انا عايشة هنا اصلا. بجد يا نوسة؟ طبعا يا حبوب، وانت ايه؟ انا كمان عايش هنا من زمان قوي وكان نفسي الاقي حتى عشان العب معاه. تصدق انا كنت بدور على حد العب معاه برضو. بجد يا نوسة؟ ايوه يا حبوب، كويس ان احنا لقينا بعض، انا مبسوطة مبسوطة مبسوطة. طيب يا نوسة هنعمل ايه دلوقتي؟ نلعب طبعا ونطير ونلعب ونجري. الله انا مبسوط قوي ان في حد هيعمل معايا كده بجد. طبعا وانا كمان يا حبوب مبسوطة قوي، تعالى علشان نروح هناك ورا الشجرة اللي هناك دي ونلعب. يلا بينا يا نوسة، يلا يا حبوب. ومشي حبوب ومشيت ورا كمان نوسة علشان يلعبوا هناك في طرف الغابة. وفي الوقت دوت يا أصحابي هنشوف اللي حصل وكان كالآتي. وفي الوقت ده دخل حبوب ودخلت معاه نوسة. نوسة أنا حاسس إن في حاجة غريبة كده في الغابة. وأنا كمان يا حبوب أنا حاسة في حاجة غريبة بتحصل، تفتكري ممكن يحصل إيه؟ مش عارفة والله يا حبوب، بس اللي أنا متأكدة منه إن في حاجة هتحصل غريبة كمان دلوقتي. وفي الوقت ده يا أصحابي حصل كده. إيه ده إيه ده إيه ده يا نوسة؟ إيه ده يا حبوب؟ أنا مش عارفة إيه اللي بيحصل دوت، شكلها كده حاجة غريبة بتحصل. ويا أصحابي اللي كان بيحصل إن التلج كان عمال ينزل بكثافة جدا جدا في وقت غريب، ما كانش وقت نزول تلج خالص. ايه ده يا
حبوب تلج، تلج في وقت زي دوت؟ ازاي بس؟ عمر ما حصلت ابدا، ده مش وقت التلج. اه نوسة، ده مش وقت التلج خالص، معشان كده انا مستغرب قوي، ازاي تلج كده دلوقتي؟ طب رابع حصلت في الغابة، بتعيش هنا من زمان قوي، عمري ما شفت تلج. انا سعانة يا حتحوت، انا سعانة، التلج بقى كتير قوي، هنعمل ايه دلوقتي؟ وفي الوقت دوت يا اصحابي التلج كان عمال ينزل كتير قوي قوي، لدرجة ان هما مكانوش عارفين ايه اللي بيحصل ومش عارفين يستخبوا فين، وحصل كالآتي. انا سعانة قوي يا توسة، انا سعانة قوي. انا كمان يا حتحوت، انا سعانة قوي ومش فاهمة اي حاجة، مش فاهمة تلج ايه بس دوت اللي بينزل في الوقت دوت، لحد ما الغابة كلها بقت بيضة بالشكل ده، انت متخيل يعني ايه تلج في الوقت اللي احنا فيه؟ احنا في عز الصيف يا حتحوت يا حبوب. ايوه انا عارف ان احنا في عز الصيف يا نوسة، ما انا برضو مش فاهم ايه اللي بيحصل دلوقتي، انا كمان مستغرب جدا جدا جدا. وفي الوقت دوت يا اصحابي الاتنين واقفين ومش فاهمين ايه اللي بيحصل، ودخل عليهم اللي هنشوفه دلوقتي. دخلت عليهم يا اصحابي الفراشة الننوسة اللي هي اصلا ساحرة بتاعه الغابة، لكن متنكرة على شكل فراشة. ايه ده، هو انت مين؟ انا الفراشة، انا ساحرة الغابة. طب وانت عايزة مننا ايه؟ انا مش عايزة منكم اي حاجة. طب وانت ليه عملتي الغابة كلها كده؟ ليه خليتيها كلها لونها ابيض ونزلتي التلج؟ انتوا طيبين جدا يا اصحابي، انا بس كنت بلعب معاكم، مش قصدي اي حاجة وحشة، وانتوا اتضايقتوا؟ لا احنا ما اتضايقناش، بس احنا استغربنا تلج ازاي بس دلوقتي واحنا لسه في الصيف. ما انا حبيت الفت نظركم وحسسكم بوجودي، انتوا كنتوا بتدوروا على حد تلعبوا معاه ولاقياكم حيرانين ومش لاقيين حد، قلت انا كمان العب ونزل لكم شوية تلج من التلج الجميل بتاعي. انا لاقدر لعمله اني انزل تلج كتير جدا جدا. طيب مش كنت تقوليلنا كده قبل ما تخضينا؟ هو انت اتخضيتوا؟ ايوة طبعا احنا اتخضينا، افتكرنا بيحصل حاجة وحشة في الغابة. لا يا اصحابي ما تقولوش كده، مفيش اي حاجة وحشة ممكن تحصل وانا موجودة، انا بحب الغابة دي وانا كتير باخد بالي منها وكمان براعيها في غيابكو او في وجودكو. شكرا جدا، شكرا يا ساحرة الغابة الطيبة. طيب ودلوقتي انت ممكن ترجعي لنا الشمس تاني عشان كلنا نتبسط ونلعب؟ طبعا طبعا هرجع الشمس تاني. نوسة وانت روحتي فين يا نوسة؟ نوسة ما تخافش، نوسة هتظهر حالا حالا دلوقتي، انا هخليها تظهر ما تخافش. ايه ده، هو انا رحت فين؟ ما تخافيش يا حبيبتي، انا بس كنت بلعب معاكي. طب ارجوكي ما تعمليش كده تاني عشان انا خفت، يلا رجعينا بقى الصيف. ايوه يلا رجعينا الصيف بقى عشان نلعب وننبسط. حاضر، غمضوا عنيكو. والاصحاب يا اصحابي غمضوا عنيهم علشان يشوفوا الشمس لما تظهر تاني، ونوسة رجعت لهم الغابة الجميلة الخضراء.
حتحوت بيتنا رجع تاني وخضار الغابة رجع تاني. أيوة أنا مبسوط كتير كتير، شكرا شكرا يا ساحرة يا طيبة. العفو يا أصحابي، أنا بحبكم مش عايزة أضايقكم، أنا بس كنت بلعب معكم شوية، وكلنا دلوقتي هنلعب مع بعض، مش إحنا كلنا أصحاب؟ طبعا طبعا كلنا أصحاب وكلنا هنلعب مع بعض دلوقتي. أيوة طبعا كلنا بنحبك، وإحنا مبسوطين إن إحنا بقينا تلاتة أصحاب. إحنا كنت لوحدي وبعدين جت نوسة وبعدين دلوقتي جيتي إنتي. طبعا أنا كمان مبسوطة علشان برضو مش هبقى لوحدي، كلنا هنبقى أصحاب وكلنا هنبقى حبايب وهنعيش مع بعض في سلام. أيوة يا نوسة هنعيش كلنا مع بعض في سلام. طبعا يا أصحابي يلا بينا عشان نعيش في سلام ونحب بعض على طول وطول الأيام. ويا أصحابي عاشوا في حب كلهم وفي سلام وبقوا مبسوطين جدا، والغابة رجعت خضرة وجميلة، وطول الصيف هتفضل معاهم الساحرة الطيبة وهيفضل معاهم كمان حبهم والسلام بتاعهم، ويعيشوا فيه طول الوقت وهم أصحاب وبيحبوا بعض. وتوتا توتا خلصت الحدودة، يا رب تكون عجبتكم.